ما بالكم بقضية مصيرية مثل قضية وجود المنفذ البحري لإثيوبيا؟ مطالبنا تستند على العدالة، على المنطق، على مبدأ الأخذ والعطاء، تستند على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ذلك الأمر الذي يتعلق بمصير الشعوب في القارة الإفريقية، خاصة الشعب الإثيوبي، فهذه قاعدة نرتكز عليها في مطالبنا العادلة بالمنفذ البحري للإثيوبيين. إثيوبيا بحاجة ماسة إلى المنفذ البحري، كيف يمكن تحقيقه؟ ما هي الطرق البديلة لإثيوبيا؟ إن كنت تسأل عن الطرق البديلة للتنمية في إثيوبيا فلا يسأل بديل مع توفر المتاح، هذه قاعدة. المطالب الإثيوبية بالمنفذ البحري تعددت أشكالها وألوانها، فهي لا تخرج من الإطارات العادلة، الإطارات القانونية، الإطارات التي بإمكاننا من خلالها أن نجسد مبدأ الأخذ والعطاء، خاصة لدينا نموذج مع جيبوتي، وهذا التعاون الوثيق مع الأشقاء في جيبوتي، وهذا التعاون بين الموانئ الجيبوتية والاتصالات الإثيوبية أو الخطوط الإثيوبية أو المنشآت الحكومية الإثيوبية الوطنية التي استغلتها إثيوبيا لفتح آفاق جديدة مثل هذه الآفاق. وهناك تجارب تستنسخ اليوم من التحركات الإثيوبية في هذه القضايا العادلة. هذا التواجد وهذا الحضور الدولي الإثيوبي في كبريات الدول، ولقاء فخامة الرئيس الدكتور أبي أحمد مع زعماء العالم، وانضمام إثيوبيا إلى المجموعات الدولية الاقتصادية الهامة التي هي من أهم الكيانات الاقتصادية، وهذه التغيرات التي تحدث رغم الكثير من التحديات، هذه الإنجازات في قطاع التنمية والزراعة، كل هذه الإنجازات تجعل من الإثيوبيين أكثر حاجة لتحقيق هذه القضية المصيرية التي تتعلق بها وبحياة أجيالها من بعدها، قضية حصول إثيوبيا على المنفذ البحري.